سنحاول تسليط الضوء حول آخر الاستعدادات في المتحف المصري لخروج ملوك وملكات مصر. سنحاول ولو قليلا أن نرسخ هذا التعبير، ويبدو أنيقا وبراقا وملائما لصناع التاريخ الحقيقيين ملوك وملكات مصر. إبراهيم عزت مراسلنا ينضم إلينا من هناك ليطلعنا على الصورة كما يراها بعينه وبعدسات الكاميرا. تفضل إبراهيم. شكرا جزيلا كأحمد. حدث فريد وضخم ينتظره العالم بعد دقائق معدودة، ستكون الوجهة الأولى والمحطة الأولى من هنا كما ذكرت من المتحف المصري بوسط القاهرة. الآن نستطيع أن نقول أن الميادين والطرق المؤدية لميدان التحرير تم إغلاقها تماما، وبدورها وزارة الداخلية بالأمس كانت قد أعلنت على طرق بديلة للمواطنين. بنتحدث ليس فقط هنا في ميدان التحرير، ولكن هناك عدد من الأماكن المجاورة ككوبري الجلاء وأيضا كوبري قصر النيل، فضلا على شارع الكورنيش، وهي الشوارع التي ستشهد مرور الموكب الملكي الرحلة الذهبية. وبمجرد الانتهاء من المحطة من كل مكان سيتم فتح هذه الميادين والشوارع تدريجيا هكذا كما أعلن في وقت سابق. المحطة الأولى والوجهة الأولى بمجرد دخول خروج هذا الموكب المهيب ستكون هنا في ميدان التحرير، هذا الميدان الذي تم تجديده احتفاء وسيتم افتتاحه بهذا الحدث رسميا للمواطنين. سيمر الموكب مرتين اثنين في ميدان التحرير بصورة هادئة. النقطة التي أوردتها هي تحمل المزج الذي كنا تحدثنا بشأنه أنا ولما قبل لحظات عن فكرة مزج التاريخ العتيق والعتيد بالحاضر الوضاء الذي تعكف الدولة على بنائه على مدار السنوات الماضية. ميدان التحرير، الميدان التاريخي الشهير العريق الذي تقف والصورة تظهر من خلفك، المتحف المصري في التحرير، ما الذي تغير في ميدان التحرير بعدما طالته يد البناء أيضا والتطوير في السنوات الماضية؟ تغير شكله تماما زميلي أحمد، ربما طورته الدولة بما يليق عظمة أهل هذا البلد، وبالتزامن مع هذا الحدث المهيب سيتم افتتاحه. كيف تغير؟ تم الدفع بعدد من كباش ستزين هذا الميدان، فضلا على المسلة التي تتوسط هذا الميدان ويراها الجميع ربما الذي يمر من الميدان، أو ربما تستطيع أن تراها من الطرق البعيدة ربما من كوبري أكتوبر وما إلى ذلك، فهي ستكون واضحة أمام الجميع. ميدان جديد بإنارة مختلفة كمان، ليس فقط في الدائرة المستديرة في قلب الميدان، ولكن كمان تم تطوير المنطقة المحيطة بالمباني، وتم توحيد وطلاء الأماكن المحيطة بميدان التحرير بلون موحد، وهناك أيضا إضاءة ستكون موحدة وجذابة بالتزامن مع هذا الموكب الملكي. كل هذا سيتابعه العالم أجمع بعد دقائق معدودة زميلي أحمد. إبراهيم، الصورة تبدو حتى على محياك إحساس الفخر والاعتزاز. صحيح أنك تؤدي دورا مهنيا فيما يخص نقل هذه الصورة، لكن شعور الفخر والابتسامة المرتسمة على محياك مفهومة تماما حتى لكل من سمع عن هذا الحدث، ما بالنا ونحن على مقربة من استقباله وأنت في قلب الموقع الذي ينطلق منه ملوك وملكات مصر. سنكون معك بالطبع على مدار الساعة إبراهيم عزت مراسلنا على الهواء مباشرة. أشكرك شكرا جزيلا.